مطر وسيول وعواصف وقطع للتيار الكهربائي. فمسند ازاي في مطر شديد جدا وعواصف وفي نفس الوقت الجو نار ودرجات الحراره لا تطاق؟ ظاهره غريبه وعجيبه، بس تعالى اقول لك هو ده خيال فعلا ولا حاجه علميه تستحق الدراسه. احد خبراء الطقس بيكشف السر وبيقول عادي الجو يمطر في الحر، لان تحول بخار الميه من حالته الغازيه للحاله السائله مش عايز برود على سطح الارض. المهم ايه اللي بيحصل على ارتفاع عالي من سطح الارض؟ المطر ظاهره من ظواهر تكاثف بخار الميه في الطبيعه، وتكاثف بخار الميه محتاج تبريد. بالبلدي لما الهواء اللي شايل بخار الميه يحصل له تبريد بينكمش وحجمه يصغر، فبالتالي بيعصر محتواه من بخار الميه، وهو بينكمش بيبدا البخار يتحول لسائل، وبعد كده كنتيجه من نواتج التكثيف ومنها السحب والضباب لحد المطر وهكذا. في الصيف عايزين اي هواء بارد عشان نعصر محتوى الهواء من بخار الميه، ايه الحل؟ الطبيعه بتقدم لنا شويه حلول عشان تحول هواء الصيف الحار الرطب لسحب، زي تشكيل سحب من خلال رفع الهواء الحار من بطون الصحاري ومن البحر فوق الجبل. علميا كل 100 متر تطلعهم فوق الهواء حرارته بتنقص 1 درجة. تخيل كده تجيب شوية هواء تطلعهم فوق جبل ارتفاعه 2500 متر، يعني درجة حرارة الهواء دي هتنقص 25 درجة بشكل سريع. ده هيخلي الهواء ينكمش بسرعة ويعصر محتواه من بخار المية ويتحول لسحب ممطرة. أو هات الهواء ده وخليه رطب جدا، يعني خلي محتواه من بخار المية عالي وخليه يطلع في طبقات الجو على ارتفاعات عالية بسرعة جدا من خلال التسخين على سطح الأرض. هيبرد على ارتفاع عالي ويتحول لسحب ممطرة مع الوقت، لأن كل ما طلعنا فوق زي ما قلنا الحرارة هتقل. مشكلتنا في الصحاري بشكل عام ارتباطا بالبوست اللي فات عن ان موجات الحر هي من صنع الصحاري بتاعتنا. عندنا مشكلة في الصيف في صعود الهواء الأعلى بدون جبال بفعل التسخين، وهي ان عندنا مرتفعات جوية طول فصل الصيف في طبقات الجو العليا. المرتفعات الجوية بتعمل حركة مش ظريفة خالص، وهي انها بتخلي الهواء في طبقات الجو العليا هابط، يعني بينزل لتحت، وعشان كده بتحبس الهواء القريب من الأرض لتحت وتمنع صعوده حتى لو تم تسخين، وعشان كده بيفضل يسخن ويولع لحد ما يشكل علينا الكباب الحرارية. عدم صعود الهواء بيخلي الطبقات العليا جافة جدا مفيهاش اصلا بخار مية، وكمان ما بيخليش الهواء الموجود على الارض قادر يطلع فوق وهو شايل الرطوبة يتكثف وينزل المطر الصيفي، ودي من سمات الصحراء وهي المرتفعات الجوية الصيفية. في المناطق المدارية تأثير المرتفعات الجوية بيكون ضعيف جدا وساعات بيختفي الفترة، عشان كده بنلاقي امطار صيفية هناك، وساعات زي ما حصل كده تمتد لأقصى حدودنا الجنوبية مع ذروة موسم المطر الصيفي المداري. أخيرا احنا بينزل عندنا المطر الشتوي المرتبط بالبرودة واللي بتجيبها المنخفضات بداية من الخريف، لأنه الحل الوحيد لصعود الهواء لفوق. ما بيبقاش فيه مرتفعات، بالعكس بيكون فيه منخفض جوي، ومن سمات المنخفض الجوي ده انه بيطلع الهواء لفوق وبيكون مصحوب ببرودة بتبرد الطبقات العليا فوق وتنزل البرودة دي ناحية سطح الارض، وبالتالي الهواء يقدر يبدأ يصعد، لاننا عارفين ان الهواء البارد اتقل من الهواء الدافي، فالبارد ينزل لتحت ويطلع خد دافي لفوق يقوم يعصر محتواه من البخار ويتحول لسحب ممطرة.